اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى يا عم. اقعد اسد شويه. انا عاوز اعمل مره داخل انا وانت واحد يا نصر. طبعا لازم اخوفك لازم. عشان المشاهدين رجعت لكم تاني لعم اسلام وكابتن سيد معوض وكابتن بركات عم الحركات الحواوشي اللي بيحبه اهو. وهو العيش اهو. طيب خلينا مكالمة مهمة جدا. خلينا نروح للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي لنادي الأهلي. سيادة العميد زي حضرتك وكل سنة طيبين، ويعني سنة سعيدة جدا وأول مداخلة في السنة الجديدة يكون معنا المدير التنفيذي لنادي الأهلي، أعتقد يعني شيء رائع جدا. يا كابتن إسلام كل سنة حضرتك طيب، وكل سنة وكابتن بركات طيب وكابتن سيد معوض وعم ناصر منورين قناة الأهلي. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وبلدنا كلها بخير ومؤسساتها وقياداتها السياسية وقياداتها العسكرية وجيشنا وشرطتنا بخير وطيبين. كل سنة ونادي الأهلي وجماهيره طيب وأعضاء والعاملين فيه. يعني يا رب إن شاء الله بإذن الله تبقى سنة سعيدة علينا كلنا. طبعا احنا سنة 2020 كانت سنة صعبة علينا، ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا فيها. يا رب سنة 2021 يكون ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا بس الوباء والكورونا اللي كانت موجوده اللي هي فعلا اثرت فينا كلنا، ولكن ان شاء الله بندعي كلنا ان ربنا يرفع عنا ان شاء الله باذن الله وتبقى سنه افضل بكتير باذن الله. رغم قساوه السنه اللي فاتت دي وانتوا كلكم معانا فيها، ولكن طبعا ما نقدر نقول النهارده اللي مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب يعني استطاع اللي هو على كافه الاصعده سواء الناحيه الماليه، ما فيش ولا عامل ولا لاعب ولا جهاز فني ولا اداري اضيف في هذه السنه، وقدرنا ان احنا نوفر لهم يقدروا ان هم نجحوا يوفروا كل سبل اللي هي الحياه الكريمه لعاملنا وموظفينا في النادي على الصعيد الانشائي. طبعا شايفين الطفره الحمد لله اللي حصلت على مستوى انا لسه كنت هتكلم معاك في الموضوع ده سياده العميد. الحقيقه طفره انشائيه كبيره جدا في كل المجالات وفي كل الافرع سواء الاقصر او هنا او هنا او هنا او الشيخ زايد او كل الفروع الجزيره ومدينه نصر، كل الفروع الحقيقه طفره انشائيه كبيره جدا، والكل الحقيقه بيشهد بهذا الموضوع، وايضا طفره كبيره في موضوع الصحه والاجراءات الاحترازيه في كل فروع النادي الحقيقه. ويعني الحقيقه حاجه جميله جدا يا سياده العميد. يعني والله الحمد لله، يعني كل حد يعني كل واحد انا برجع اقول ثاني كل واحد طبعا فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا عظيم جدا جدا جدا. بنشكر ربنا، يعني لازم نشكر ربنا كلنا، لان فعلا فعلا يعني عائله النادي الاهلي تماسكها مع بعض ووحده صفها مع بعض اللي دايما كان رئيس النادي بينادي بيه. النهارده احنا رغم الصعوبه اللي احنا عشناها، ولكن نهايه السنه كانت سعيده جدا علينا الحمد لله رب العالمين. سواء يعني زي ما انت قلت دلوقتي الطفره اللي بتحصل على مستوى الفروع، وان شاء الله باذن الله الفرع الرابع فرع التجمع الخامس، وعندك فرع الاقصر ان شاء الله باذن الله نفتحه برضه خلال الايام اللي جايه، بقى في خمس فروع موجودين للنادي الاهلي. فالحمد لله رب العالمين يعني. وسواء على البنيه التحتيه كمان اجراءات الصيانه اللي بتحصل على مستوى الفروع كلها بصفه مستمره، يعني مهما قلنا لازم نشكر كل يعني عامل وكل فرد وكل عضو في النادي اللي هم كلهم متكاتفين وبيواجهوا ازمه كورونا اللي موجوده بيلتزموا بالاجراءات الاحترازيه. وكل الحمد لله الامور ماشيه بشكل طيب الحمد لله. يعني انا من اللي بيروحوا النادي الاهلي على طول سواء الفرع ده او الفرع ده او الفرع ده، ولكن دايما لما بنيجي نخش النادي اعتقد ان النادي الاهلي من اكثر الانديه تطبيقا لنظام الاجراءات الاحترازيه اللي متواجده في العالم كله، ولكن احنا بنشوفها في النادي الاهلي الحقيقه. يعني كل الاعضاء تمشي هنا تمشي هنا، اعتقد ان ده شغل محتاج جهد كبير جدا يا سياده العميد. اذا كان النهارده النادي الاهلي مؤسسه كبيره، ولكن النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين بيطبق لوائح وبيطبق اسس وبيلتزم بمعايير كل الناس، كل واحد بينضم لعائله النادي الاهلي رياضيا او اجتماعيا هتلاقيه دايما بينخرط دائما في اللوائح اللي بتبقى موضوعه، فبتطبق على كل الناس، بتطبق على رئيس النادي، بتطبق على العامل الصغير، بتطبق على العضو الرواد الاعضاء بتوعنا، بتطبق على اعضاء شبابنا الصغيرين واطفالنا، فكلها بتبقى منظومه واحده. الاجراءات الاحترازيه النهارده عندنا طبعا الدكتور محمد شوقي لازم نشكره لانه باذل معانا مجهود رئيس اللجنه الطبيه من العام اللي فات. يمكن انت كنت من الناس اللي بتيجي تقعد معانا وبنقعد لوحدنا انا وانت في النادي ساعه ما كان الحظر الموجود، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نحافظ فيها مظبوط الفتره دي ونعمل صيانتنا ونبقى جاهزين، او لما يقولوا هنفتح فتحنا الحمد لله كل الاعضاء التزمت بالاجراءات الاحترازيه. يمكن برضو فرصه النهارده برضو نناشد اعضائنا الفتره اللي جايه
عايزين هنركز يعني بقوه على الاجراءات الاحترازيه، الالتزام بالماسك الطبي، الالتزام بكل الاجراءات الاحترازيه اللي مجلس الوزراء وضعتها عشان خاطر نحافظ على سلامه ولادنا ونستمر تستمر الحياه الرياضيه. مش عايزين نقفل بقى زي السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله، ولكن نلتزم كلنا عشان خاطر تبقى سنه سعيده علينا ان شاء الله باذن الله. سياده العميد، اعتقد طوال السنه جهد شاق وجهد كبير جدا من كل الناس، من اول الكابتن محمود الخطيب لغايه اصغر عامل في النادي. اعتقد ان تتويج النادي الاهلي في نهايه هذا الموسم الصعب جدا 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 بجائزه جلوب سوكر من مجلس دبي الرياضي، اعتقد ان ده حاجه من الحاجات اللي احنا نفتخر بيها كاهلاويه. يا سياده العميد، شوف، هو الحمد لله الحمد لله، يمكن كل اهلاوي الحمد لله، والهول ايه تاني، هو فخر للرياضه المصريه كلها مش الاهلي فقط. طبعا لأهلية. طبعا وجود انا شهادتي مجروحه طبعا، ولكن احنا لازم نقول كده وانتوا هتبقوا معايا في هذا الكلام، وجود اسطوره الاخلاق واسطوره الرياضه كابتن محمود الخطيب وسط اساطير العالم عشان يستلم جائزه نادي القرن الافريقي والنادي الاكثر تتويجا ببطولات في الشرق الاوسط، كانت حاجه مشرفه لينا كلنا، كلنا كنا قاعدين فخورين بيها، فخورين اللي احنا بننتمي للنادي الاهلي، فخورين بمصرياتنا اللي احنا بنعتز بيها، وعايزين اكثر من نادي الفتره اللي جايه يكون بيتوج زي النادي الاهلي. واتمنى عشان ده يحصل لازم كلنا، يعني ما يبقاش حد ناجح، كلنا نحاول نشوف يعني نشوف بيعمل ايه عشان ينجح، بنعمل ايه عشان خاطر بيطبق لوائحه ازاي، افضل بكتير جدا جدا من ان نشغل بالنا اللي احنا ازاي نوقف مسيرته. يعني خلينا دايما 2021 هشوف الناجح النهارده كابتن اسلام شاطر، كابتن محمد بركات، كابتن سيد معوض، يعني حتى عم ناصر ناجح في شغله، نشوف ازاي ناجح نحاول نقلده عشان نبقى زيه، لكن ما نحطلوش عراقيل عشان نعطله، ده مش هيبقى كويس لبلدنا. احنا بلدنا النهارده عندك قاده سياسيه قويه جدا بتتحرك في كل اتجاه، لو انت شايف النهارده البنيه التحتيه في بلدك، الطرق دي، لو كل مؤسسه عرفت دورها في بلدنا، لو كل واحد عرف دوره بيأديه ازاي، متهيألي هيبقى افضل بكتير جدا 2021. يمكن نهايه سنه 2020 علينا رغم قسوتها، تاني قسوتها كانت شديده علينا جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني كاس افريقيا وعودتنا تاني بطوله افريقيا بعد 7 سنوات غياب، 7 سنوات ويعني ترجع ربنا سبحانه وتعالى يتوجك تاني بطوله افريقيا وكاس العالم، رغم كانت مباراه قويه جدا بين فرقتين قويه جدا طبعا، النادي الاهلي ونادي الزمالك، وكان يعني اكثر حاجه الناس كانت فخوره بيها اللي نهائي بطوله افريقيا، نهائي مصري بيلعب على استاد القاهره، فرقتين الاهلي والزمالك، مباراه قويه جدا، ولكن الحمد لله الاهلي توج وعادت مره اخرى كاس افريقيا عندنا في الجزيره، وان شاء الله باذن الله في كاس العالم منتظرين يبقى في نتائج افضل ان شاء الله. سياده العميد، كنت حابب ابارك لك برضو، يعني بدورنا حابين نبارك لك على الانجازات اللي حصلت، ومش طبعا مش على مستوى كره القدم بس، ده في مستوى كل على مستوى كل الالعاب، واحنا عارفين ازاي مجلس الاداره متمثله بكابتن محمود الخطيب ازاي بيحاول يعني دايما يكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي، سواء جمهور الاهلي اللي في المدرجات، سواء اعضاء الجمعيه العموميه، دايما بيحاول ان هو يعمل لهم كل حاجه، ودايما السياسه دايما والكلام بيبقى على انكار الذات وكله بيساعد كله من اصغر عامل لحد كابتن محمود، فيعني ببارك لك على كل الحاجات الكويسه ديت، ويا رب دايما تكونوا كلكم في خدمة جمهور النادي الأهلي وعند حسن ظنه إن شاء الله. احنا كلنا بنبارك لبعض والله، لأن كله بيبارك في المنظومة زي ما حضرتك قلت كده، من أصغر عامل لغاية رئيس النادي، رئيس النادي بيشتغل بنفسه، بيتحرك بنفسه في كل مكان، كل أعضاء مجلس إدارته الحمد لله رب العالمين، أعضاء الجمعية العمومية، فهي دي أجمل حاجة، عائلة النادي الأهلي اللي هي اللي احنا كلنا فخورين اللي احنا بننتمي لعائلة النادي. فيا رب تبقى سنة سعيدة علينا كلنا يا رب إن شاء الله 2021. وانا سعيد جدا جدا بوجودكم، وفخور اللي انا برضو ومعاكم النهارده، سعيد بيها، وربنا يا رب يتم علينا بالخير يا رب ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. سيد برضو عايز يقول لحضرتك حاجه يا سياده العميد. كابتن سيد صديقي، بنتقابل كتير. احنا بنتقابل كتير جدا في كل الاماكن. يمكن انا هقول برضو يمكن نقطه مهمه، ان انا يعني متواجد في معظم ماتشات النادي الاهلي بحكم ان انا بروح اتفرج على اللعيبه وبشوف الناس اللي موجوده، المسؤولين سواء كابتن خطيب، اعضاء مجلس الاداره، الناس المسؤولين على الكوره، العميد محمد مرجان، كل الناس يعني احساسهم وشغلهم وكل الحاجات اللي بيبذلوها
عشان النادي الاهلي يكسب والاحساس كمان اللي انت بتشوفه عليهم خلال النادي الاهلي بيجيب جول او لا قدر الله بيحصل اي اخفاق بيبقوا عاملين ازاي، خايفين على النادي ازاي، يعني متاثرين بشكل كبير جدا. الانجازات اللي حصلت السنه دي ما حصلتش من فراغ، حصلت من تعب ناس كتيره. انا هقول زي ما بركات قال بالظبط، هي نقطه من اعلى راس موجوده في النادي الاهلي هو الكابتن محمود الخطيب اسطوره النادي الكبيره. والنقطه الثانيه العمال، يعني اخر حاجه كل الناس تعبت من بدايه، يعني لو قلنا عن حارس رمزي مثلا من رموز الناس اللي موجودين، عن اوضه اللبس، اللعيبه، الاجهزه الفنيه، كل مسؤول في النادي اكيد ربنا كرم عشان الناس دي كلها تعبت. يعني الانجاز ده يحسب للمجموعه كلها. نتمنى ان شاء الله يعني اللي جاي يكون افضل. ده انت قلت نقطه مهمه، ان الناس لازم تشوف الناجح وتعمل زيه، او مش بمعنى اصح ان هي تتعلم شويه، تتعلم شويه ان احنا كلنا عادي. يعني اتكلمت نقطه مهمه جدا وانا عايز اضيف عليها، فعلا نادي الزمالك عمل مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، عمل نهائي، كلنا مبسوطين. احنا على المستوى الشخصي كمان كمسؤولين عن منتخب مصر كنا مبسوطين جدا ان فرقتين من مصر، النادي الاهلي والنادي الزمالك، بيعملوا مباراه كبيره زي دي وبيلعبوا نهائي افريقيا. فالنادي الزمالك نادي كبير ونادي عنده امكانيات كبيره جدا، انما بنتكلم عن النادي الاهلي دلوقتي وعلى الظروف اللي حصلت والاجواء اللي كانت موجوده خلال الموسم اللي فات. اعتقد لا، انجاز كبير جدا ان انت تاخد الدوري والكاس وبطوله افريقيا، ونتمنى ان شاء الله يعني تستمر ان يؤدي اداء لانه بيمثل مصر في كاس العالم للانديه، لان دي نقطه مهمه. غياب كبير جدا 7 سنين او 8 سنين عن البطوله، فاعتقد ان شاء الله او بتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله يعني يكون عند حسن الظن اللي احنا بنقوله. يعني شوف انا هكمل الكلام طبعا على حضرتك بتقوله يا كابتن سيد، يعني يمكن برضه الحمد لله مش 2020 بس، لا هي من اول يوم احنا يعني كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته وكابتن محمود الخطيب بالذات يعني تمسك بالاخلاق وتمسك بالمبادئ. هي الاخلاق هي دي اهم حاجه اللي احنا تمسكنا بيها، وهي دي المبادئ اللي احنا اهم حاجه اللي تمسكنا بيها. خدنا جميع المهاترات اللي كانت بتحصل واحنا متمسكين باخلاقنا، متمسكين بمبادئنا، عارفين اللي ورانا اجيال، ورانا شباب، ورانا ناس هتحكم علينا بعد ما نمشي. هي القصه كلها مش وانت موجود، هي القصه كلها لما تمشي الناس هتحكم عليك بايه. احنا الحمد لله هي دي كانت اهم حاجه اللي الناس لازم تركز فيها الفتره اللي جايه، ازاي كل واحد النهارده بيمشي في الطريق وبيحقق هدفه من غير ضجه ومن غير ما تبقاش عايز تاخد حق اللي حواليك. لا احنا الكويس زي ما انت بنقولنا كده وبنقول تاني، نقف جنبه كلنا ونساعده، ولو في حد محتاج مساعده يعني هنقف معاه، ولكن الناجح والبطل ده لازم كلنا نبقى واقفين جنبه ونعترف ببطولته عشان خاطر في ابطال كتير، عشان خاطر نشوف الفتره اللي جايه تتويج ووقوف على المنصات. مصر مصر تمثل قيمه كبيره جدا جدا جدا، عايزينها ترجع في العالميه مره ثانيه، عايزينها ترجع في افريقيا مره ثانيه. الحمد لله هو ده اهم حاجه، تمسكنا كلنا مع بعض الوسط الرياضي بالذات دون تعصب، دون تعصب، والتمسك بالاخلاق. الرياضه دايما اخلاق، الرياضه بتدعو للسلام، الرياضه دي يعني حاجه يعني اقول ايه، بس احنا كلنا في الوسط الرياضي بنحب اولادنا يبقوا في الرياضه عشان نعلمهم ازاي يبقى في اخلاق، ازاي يبقى في قدوه، ازاي يبقى في مبادئ، ازاي النهارده يبقى عارف كويس قوي في حاجه اسمها تنافس. لو كسبت الناس كلها بتبارك لك، لو كسبت ازاي بتقول هارد لك، واحنا مبسوطين وبتحاسب نفسك قبل ما تحاسب غيرك وتدوس على نفسك وبتتعب. احنا اهم حاجه بالنسبه لنا عنواننا الرئيسي ازاي بنرضي جماهيرنا، واحنا لو في اخفاق عندنا بنحاسب نفسنا قبل اي حد. النهارده النادي الاهلي اي اخفاق كان بيحصل كان بيحاسب نفسه. لجنه كوره بس كابتن هو خطيب كانت ازاي بتدور على صفقات عشان خاطر نوصل للحظه اللي احنا فيها. على مستوى النشاط الرياضي انت عملت اقوى صفقات يمكن الحمد لله رب العالمين. يعني فريق الباسكت مباراه كانت فوق الرائعه بين فريق قوي جدا فريق الاتحاد وفريق النادي الاهلي في نهائي دوري المرتبط، رغم الظروف اللي الفرقه تعرضت ليها سواء شبابنا او سواء الدرجه الاولى والاصابات اللي حصلت، ولكن اصروا وكملنا البطوله عشان خاطر بلدنا، وكملنا البطوله عشان خاطر احنا عندنا هدف اعلى كلنا لازم هنتكاتف عليه اسمها كاس العالم لكره اليد اللي هتقام ان شاء الله بإذن طبعا الله. وقبل بس ما نروح لكاس العالم لليد برضه يا سياده العميد، اعتقد ان برضه شاشه قناه النادي الاهلي بنقلها لجميع وكل هذه المباريات، يعني مباريات السله كلها منقوله، مباريات الهاندبول كلها منقوله، كل حاجه بتتلعب طرفها النادي الاهلي، اعتقد ان ده شيء برضه يدعو للفخر وحاجه جميله جدا. حاجه رائعه والله. ولا انا احنا قاعدين النهارده بنتفرج اهو في راس السنه قاعدين بنتفرج، الواحد فخور اللي هو بيتفرج على النادي الاهلي وفخور اللي فيها اولادها ونجومها هم اللي موجودين. يعني الواحد فعلا احساس جميل انتوا يعني انتوا قاعدين في وسط الحدث بس احنا عشان شايفينكم من بره. لا لو مكاننا احنا سعداء جدا بيكم وفخورين جدا بيكم وقناه النادي الاهلي، ويا رب دايما
2021 تبقى ان شاء الله باذن الله انتصارات للنادي الاهلي وفرحه لجماهيره باذن الله. سيد العميد اخر مره اكلت عند ناصر برنس امتى؟ انا عارف على فكره فقول حقيقه. طبعا انا عملت سوق بالامور وعملت عظيم سلام وسبت عم سيد وكابتن سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ ربنا يبارك له يا رب حاجه جميله وكابتن بركات اديك تعظيم سلام. انا فرحان جدا جدا يا محمد بيه ان انا في مكانكم في البيت الكبير او في القناه الجميله دي. انا ماما بتدعي لي شاكين جدا راجل يا محمد راجل والله مش عارف اقول لك ايه وربنا يبارك لكم. لا انت راجل طيب وراجل مجتهد وابن حلال ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك وبتمن كده في الخير واحنا دايما بنحب اما بننتصر بنروح نحتفل عند عم ناصر على طول. ربنا يخليك ناكل اكلك اكله الجميل دوت ويعني ربنا يكرمك النبي يا كابتن وسلم لي يعني النبي على الكابتن محمود بعد اذنك يا حبيبي مبروك يوصل كابتن. يوصل يوصل عم ناصر شكرا يا سياده العميد على وجودك معانا وان شاء الله مبارك لك دايما شخصيه من الشخصيات المحترمه جدا العميد محمد مرجان محبوب ما بين الجميع. انا بشكرك شكرا جزيلا يا سياده العميد وكل سنه وحضرتك طيب. طيب شكرا شكرا جزيلا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين عائله النادي الاهلي كوارع بقى. طيب خلاص انا عشان انا تعبت بقى يا عم محمد يا عم محمد مرجان تعظيم سلام مرجان مرجان مرجان. طب ما حد